يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف في أول الليل مائل البرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 21، الأسكندرية 28-20، مطروح 26-18، بورسعيد 28-22، والإسماعيلية 31-21. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 30 درجة والصغرى 21، العريش 29-20، طابة 29-21، شرم الشيخ 32-24، والغردقة 33-22. أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 36 درجة والصغرى 19، أسوان 37 والصغرى 21، الوادي الجديد 34-20، شلاتين 34-24، وأخيرا حلايب العظمى 31 درجة والصغرى 24. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.